التوحيد هو حق الله على العباد. توحيد داد الله حق ببندقان وبانددي. أنواع التوحيد ثلاثة. توحيد دري قسمة دي. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية. توحيد ألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات. أو توحيد أسماء صفات. النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم في توحيد الألوهية في العبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تكم مشركين ومن سكود أهغيسر تخاصم وجنق بديبان ديو جاغات توحيد ألوهية عبادة باركة. لابد أن تكون العبادة لله. لازم خبر لك عبادة صرف ده الله ده باري. لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. لدي إمكان بالكل نشتت ده عبادة هس يو شيد الله بغير بلشاته وقرده. مراتب الدين ثلاثة. ده دين مرتبي دريدي. الإسلام. إسلام. والمرتبة الثانية الإيمان. دوية مرتبة إيمان. والمرتبة الثالثة الإحسان. دريمة مرتبة إحسان. الإسلام أركان الإسلام خمسة. ده إسلام أركان بناء بنزدي. شهادة أن لا إله إلا الله، لا أحد أن يستحق أن يعبد إلا الله. كلمة شهادة لا إله إلا الله ذاتي ده اللهنا بغير بل هي السوق ده عبادة مستحق نشتري. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. أو النبي صلى الله عليه وسلم ده بندد دي عبادة نكيجي أو برسول ده دي تكذيب نكيجي. إقام الصلاة. دمون قائمة ول. إيتاء الزكاة. زكاة وركول. صوم رمضان. ده رمضان روجيني ول. حج بيت بيت الله الحرام لمن استطاع لي سبيله. ده بيت الله الحرام حج الله رب العالمين شاء الله استطاعت وركل. المرتبة الثانية الإيمان. دوما مرتبة إيمان ده. أركان الإيمان ستة. ده إيمان أركان شبك دي. أن تؤمن بالله. شبه الله إيمان راوري. وملائكته. فملائكه إيمان. وكتبه. فأسماني كتابونه إيمان. ورسله. فرسولانه إيمان. واليوم الآخر. تأخرت بورز إيمان. وتؤمن بالقضاء والقدر. فقضاء وقدر تقدير بند إيمان. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان والله أعلم. دريمة مرتبة دين دي مرتبونا غا إحسان دي والله أعلم.